بسم الله الرحمن الرحيم. كنشكركم الموقع عارفينو على التتبع ديالكم، وانتم اللي تتوضحوا للرأي العام، يعني الحقائق ديال المجالس، وكتعرفوا يعني المشاكل ديال الساكنة وكتتبعوها. كنشكركم على الحضور ديالكم للمرة الثانية. اليوم كما شفتوا كانت عندنا الدورة العادية ديال فبراير، اللي كانت تجدول الأعمال ديالها كيتضمن واحد 6 ديال النقاط، وجل هاد النقاط يعني كتساهم، ولا الهدف ديالها هو المساهمة في التنمية وخلق يعني مشاريع في الجامعة. والحمد لله كما تتبعتم الأشغال ديال الدورة دازت بواحد الجو ديال المسؤولية، وكانت يعني أسئلة ديال الإخوان الأعضاء اللي كانت في المستوى، وكان نقاش جاد وهادف. ومن هذا المنبر يعني كنشكر السادة الأعضاء على يعني على الحس وعلى المسؤولية اللي عندهم، لأنه كانت عندهم تصورات، وكنشكرهم جزيل الشكر والتفهم ديالهم على يعني على الفائض، وكيف يعني يستثمر في الضوء في الاقتناء ديال واحد القطعة أرضية فاش يندار السوق الجديد، هو 24 هكتار. يعني كان هذا مشروع يعني هادف، وإلى واحد المجموعة ديال المشاريع الأخرى اللي راهي غادية في اللي ديجا تبرمجت وغادية في الخدمة ديالها، مثلا بحال الإصلاح ديال المسالك الطرقية اللي دابا وصلنا لواحد 150 كيلومتر، وكان تحويلات ديال من فصل لفصل للإخوان. يعني كانت عندهم واحد الرؤية يعني في الحقيقة اللي كتبشر بالخير. كنشكرهم على كل مستجد جاونا به اليوم. كاين في الحقيقة كاين مشاريع اللي تنموية اللي جاية اللي غادي ترفع من القيمة ديال الجامعة ديال بني وكيل. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، السيدة الأعضاء المحترم، السادة السيدة أعضاء المجلس الموقع، السيدة الممثلين المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية ديال المغرب، السادة الممثلين رئيس المصالح الخارجية، الضيوف الكرام، السادة الإعلام، نرحب بكم جميعا بمناسبة انعقاد هذه الدورة العادية لشهر فبراير 2022، وننوه بحضوركم الكريم الذي يدل طبعا على مدى اهتمامكم بالشأن المحلي وانشغالتكم بإدارة السكن المحلي. وما فيها مشكلة لأن احنا 6 ديال النقاط، وتمثلوا عليكم 6 ديال النقاط. النقطة الأولى هي رسول المصادقة على برنامج الإنفاق المالي للسنة 2020، النقطة الثانية هي رسول المصادقة على برنامج تحمل التكاليف لمدة السوق الأسبوعي للجامعة، النقطة الثالثة إبرام اتفاقيات الشراكة في البيرو السياسية والمدن الدراسية مع الجمعيات، النقطة الرابعة طلب بناء قسم دراسي لولاد الجهري بجوار ولاد القرن عيسى الوسطى، النقطة الخامسة طلب إصلاح وصيانة الطريق القروية الرابطة بين العز والزي وعبر جامعة بني وكيل بلد. النقطة السادسة والأخيرة هي رسول المصادقة على تسوية وضعية العقارات في ملك الدولة. إلا ما كانش مانع ندوزو النقطة الرابعة وهي طلب بناء قسم مدرسي بولاد الدولة.
بدل الدائرة ديال الريف، حنا قمنا ببناء يعني واحد الاتفاقية مع هيئة وزارة المديرية التنموية المحلية ببناء قسم أولي وقسم للرز، قبل المدة السيد معنا ديال التربية الوطنية يقدر يتفضل ويعطينا اللي كيتبغي السلام. شكرا السيد الرئيس للتربية الوطنية، كان اهتمامه بقضية التعليم خاصة بهذه الجماعة الترابية من وطني العزيز إحضار بأوله واهتمام الحجرة الدراسية للفرعية فرعية سبل التعليم. تمت برمجة إحداث حجرة إضافية وكذلك سياج بهذه الفرعية، برمجة هذه رسم السنة المالية الحالية 2022. نحن الآن في انتظار تحويل الاعتمادات المالية حتى تمكن من مباشرة الإجراءات المعمول بها لإنشاء الصفقات العمومية. إذن بالنسبة للفرعية للتاريخ هناك تنمية بشرية. احنا المهم شرطنا الخير ان شاء الله بما ان البرمجه يعني للوظف فقط، راه وزاره التربيه الوطنيه يعني كيكون عندها واحد الخريطه المدرسيه يعني كتعرف فين فين ما كاين كيطلع العدد ولا النسبه ديال التلاميذ كتطلع، يعني وكاين واحد التتبع يعني خصنا نكونوا يعني واثقين بانه المديريه يعني كتخدم بواحد الطريقه ديالها خاصه يعني باش ما تحرمش التلاميذ من التعليم ولا من التعليم الاولي، لانه دابا درنا الاول حنايا قسم ومع المبادره الوطنيه للتنميه البشريه بنات لنا حجره للروض طبعا بالمساهمه ديال الساكنه اللي كانت بواحد القطعه ارضيه اللي فيها واحد 5000 متر سي 5000 متر، يعني هنا كان يعني كان استثمار ديال واحد الشركات، كانت واحد الهبه ديال الناس ديال الدائره ديال الدائره 12 كاين يعني مساهمين اللي داروا الواجب ديالهم الله يجازيهم بخير، ونتمنى الدوائر الاخرى تكون هذه المبادرات يعني غالبا اللي كيكون العقل المساهمه ديال الساكنه ولا ديال المواطنين العقل يعني ما كيكونش مشكل. الا كان شي تدخل في هذه النقطه تفضل السي يعني. المصاري الخارجيه في التعليم هي بحال الصوت شويه خفيف، واش تم اضافه حجره ولا سويج؟ برمجه برمجه واش هاد الشيء واش في اطار الشركه ولا ديالكم ولا ديال المبادره ولا ديال الشيء؟ ديالنا ياك والمبادره؟ لا انا هضرت على ديال الحجره ديال الحجره. لا هذه كلها هضروا هذا اللي بدا ما يتسال قضيه الامر انتهى الامر تنهضروا على اللي جاي واش هما اللي بدا من باب التذكير فقط ماشي داكشي باش قلت واحد الصوت ديال كان خفيف لا كاين برمجه برمجه اذا هذه تبرمجت السياج 2022 في انتظار اسلوب الاعتمادات الماليه سيتم الشروع في التمويل. شكرا شكرا. ديال المدرسه اللي غتكون ولا الدوري البرمجه راه السنه الماليه يعني ان شاء الله الموسم المقبل على ما اظن غتكون جاهزه واجده، لان هذاك التربيه الوطنيه وزاره التربيه الوطنيه كتمشي يعني كيكون القسم ديال كان دابا كان الاول غادي قبل الحجر الثاني وهكذا كيطلع معنا قسم كيطلع في الاول والثاني والثالث والرابع والخامس مشترك كلشي بالميزانيه غير باش تعرفوا ان يلا في السنه 10 الحجرات على مستوى المسلم
يمكن تدخل حتى العدد كبير من الصلاة، ومع ذلك جمع حضرات الأولوية ديال هذا سميتو حضور. ندوزو الإخوان السويد، لأن السويد باش اللي وصل أنا كاين دار كاين داروا محاضر لإخوان صافي باش نديرو هذاك دابا الإجماع هذيك عشرة بالنسبة لهذه النقطة نشير إلى أن الفائض الذي تم تحقيقه هذه السنة وصل مبلغه إلى 748 درهم و 475.30، وكالمعتاد ستعمل الجامعة على برمجة هذا الفائض فيما هو خير للجامعة. والإخوان لأن البرمجة الفقير العام كان شوية نقص على السنوات اللي دازت، لأن كما تعلمون بأن كانت في حالة كورونا السوق الكيرة ديال السوق كان واحد الخصم ديال واحد 6 شهور هو اللي لنا المداخل ديال الجامعة. في المسألة عندي واحد النقطة اللي هي مهمة، وهو ديال البرمجة باش ما نساوهاش، راه وقعت واحد الاتفاقية مع الناس ديال الدور، لأن عندنا واحد 6 ديال البور اللي خصهم يستافدو من الدور، عندهم واحد 630 ألف درهم، هادي راه خصنا إما دفعات ولا واحد 50% ولا 60% خصنا نخليوها الناس ديال الدور بالبيع، والباقي عندنا المسائل الحاجية ديال الجامعة، لأن دابا الحاجية ديال الجامعة راه ضرورية، لوجيستيك ضروري، دابا كاينة الرقمنة راه ضروري، خصنا حواسيب، خصنا المسائل اللي هي، لأن دابا كلشي بالمنصات الإلكترونية، هاد المسائل يعني الخدمة ديال المواطن. والإخوان يتفضلوا اللي عندهم شي اقتراح، تفضل السي علي. أي وقع اتفاقية على أساس يعني اتفاقية أولية، هذه الاتفاقية حتى كيكون الفلوس، ولكن درنا واحد هذاك البروتوكول وقع مع السي العامل والسي المدير الإقليمي ديال الكهرباء السي التسير، على أساس باش حنا لأن الناس عندنا 6 ديال الضوء، كان عندنا 8 جوج دوزناهم مع الجهة ديال الوصالة وديال الخرطة ديال قرية ستة من بينهم قرية ومدوريين، المهم كاين 6 ديال التجمعات السكنية اللي خصنا نوفروا لهم الضوء إن شاء الله الرحمن الرحيم، ودابا ما عندناش حل، لأن الناس راه ساكنة غير الناس ديال هادو المجموعه كاينه، هادو الدراسه ديالهم داز داك الدراسه اللي هي داروها الاستاذ بور، وكنقولو دار لهم الدراسه ورسل لهم البرنامج باش يخدموا، يعني كاين هذه غير الحصه ديالنا ديال الحصه ديال الجامعه، هذا اللي عاون شحال نساهموا معاهم 25% ما عرفتش بالضبط النسبه، ولكن هذه ها؟
الباقي تبقى 11 ها لا حنا كنقولوا مثلا نعطيو لهم واحد ما غاديش نخلصها كامله ندفعوا نديروا هضره على هذيك 30 مليون اللي جات لنا في التيفيا راه حنا ها هي ربما نزيدوا عليها هي عندنا دابا 300 اش غادي تزيد حاجه بسيطه راه عندنا الحاجيات ديالنا في الجامعه عندنا مثلا ديك عندنا مع العمران واحد 3 مليون و500 يعني 350 مليون يعني بهادو غنتمشاو البرامج اللي هي كبيره المسائل يعني انا اللي جاني ما نعرف يعني 74 مليون ماشي شي حاجه اللي تقدر دير السلال هو التوزيعات ما درتوش ما درتوش الدراسه مازال فينا تريك لا لا حنا النقطة الثانية تقول العمل هي هذيك البنات هذيك الطريقة اللي تكون استنى هناك وحدك الشطار مشينا درنا واحد كيتسمى الناس ديال التجهيز قال لك اودي إلى ربما يكون السيكون معنا في البرنامج غيكون الضوء فلوس إلا كانت التنين حنا كنقول لهم اودي واش مبرمجة التسنية قريبة إلى مبرمجة التسنية قريبة متفقين ولكن من بعيد على عامين ثلاث سنين تلقى مشكل من كثرة الحوادث اللي كاين راه حتى الحوادث باش نكونوا واضحين الحوادث راه ماشي الجماعة اللي مسؤولة على الحوادث الا الناس اللي كيسوقوا كيجريو كيديروا عاود هذه الحوادث سميتو على المسألة ديال المسألة ديال الحوادث سميتو الجماعة كتقتل الناس الجماعة كتعاود ما عندنا ما نديرو لان ما عندها الأسباب ديالها باش التشوير كاين الاخوان يعني الناس ما نعرفش كيخرجوا بواحد السرعه كيخرجوا من العروه كيخرجوا بواحد السرعه اللي هي كبيره ما عرفتش علاش مع الطريق حتى هي عريضه ولكن مع الاسف الشديد يعني ماتونا حنا كنا في 2012 كنا في 99% كان معنا السيد النائب السي علي والاخوان اللي كانوا معنا فيه كنا وصلنا 100% كان قافي الموضوع كبير ما قدرناش ندخلوه ولكن الناس يعني كاين التوسع العمراني و يعني الضوء ما عمرو غيتسالى سيدي الدار باش ما غاديش يقول راه ما كان معاه ما عندناش الدرهم مع الناس ديالو انا ما كنهضرش على راسي كنهضر على الدوائر كلهم انا بمعنى ان مثلا كيبقاو عندنا اللجان كيمشيو كيمشيو يخرجوا لاي مكان بما يخص الرخص ديال الاماره بما يخص الرخص الدينيه بما الرخص التجاريه كيمشيو لاي مكان عندنا لجان جداد شؤون المرافق العموميه كتخرج كاين 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 الخدمات اللي كيديروها الموظفين خصوصا ديال الماليه خارج الجامعه عند التلفزيون عند تسرات بارز المغرب عند الماء عند الضوء كيبقى مشكل فاش كتخرج من هنا مثلا دير معاينة لشي حاجة بشي دوار في الجماعة تبع الجماعة الريجيسور عندهم فلوس مثلا خصهم يديهم في لاكيس سيستم كيبقى عند شي حاجة هذه كيستنى هذا هذه كتطلع على هذا مشكل كيبقى مشكل في التسيير في مواكبات الخدمات اللي كنديروها داخل الجامعة متفقين وندوزو الاخوان التصويت واش غادي تقديم الفروض الطاعة والولاء يتشرف خادم الأعتاب الشريف رئيس جماعة اليمكين ولاد الأمن المنتخب بمناسبة الانعقاد الدورة العادية لشهر فبراير 2022 يوم الخميس 2 رجب 1443 هجرية الموافق لثلاثة فبراير 2022 أصالت عن نفسه باسم أعضاء مجلس الجماعة المنتخبين ونيابة عن سكرة الجماعة بأن يرفع إلى السدة العالية لله أسماء آيات الولاء والإخلاص والوفاء مقرونة بأصدق مشاعر التعهد لأهداف العشرة العلوي البشير فعلى هذه إرادتكم السامية يا مولاي ورعايتكم الكريمة تم انتخاب مجلسنا الذي سيكون ان شاء الله عند حسن ظنكم ووفيا لتوجهاتكم الساميه. حفظكم الله يا مولاي بما حفظ به الذكر الحكيم وابقاكم ذخرا وملاذا لشعبكم الوفي وادام على جلالتكم نعمه النصر والتمكين
وأطال في عمركم وسدد خطاكم وأقر عينكم بولي عهدكم المحبوب صاحب السمو الملك الأمير نور الحسن وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه السميع المجيب. والسلام على المقام العالي لله ورحمته وبركاته. حرم من جماعة في بلاد الحند في جوج رجب 1443 الموافق ل 3 فبراير 2022 خديم الأعتاب الشريفة أحمد محمود رئيس جماعة المجيب.